كان من أول يوم أن احنا ضد عودة النظام القديم، ورغم خلافنا مع المرشح المنافس لمرشح النظام القديم وهو الدكتور محمد مرسي، خلافنا معاه، لكن ما زال قيم العدل والحق تقول أنه في النهاية لا يمكن أن نقارنه بالنظام القديم، وهو أحد ممثلي الفصائل الوطنية اللي موجودة في مصر، نختلف معها ونتفق معها، أو زي ما قلت إن إحنا خلافنا مع النظام القديم خلاف جنائي، خلاف إهانة للحرية وللكرامة، خلاف عدوان على دماء المصريين وعلى ثرواتهم وعلى حرياتهم وإنسانياتهم. أما خلافنا مع إدارة الإخوان فده خلاف سياسي، خلاف في طريقة الأداء، وما زال هذا الخلاف قائم بيننا وبينهم، لكن إحنا في مرحلة نجح فيها من نعتبره ممثل للحالة الوطنية والثورة المصرية، وبالتالي إحنا نريد أن نتقدم للأمام. أنا أناشد كل القوى الوطنية أن تلزم الرئيس محمد مرسي الذي أهنيه بنجاحه ابتداء، أن تلزمه بالتعهدات التي قطعها على نفسه، وأن يحول هذه التعهدات إلى واقع وليس مجرد كلام إعلامي، وأولى هذه التعهدات وأهمها بالنسبة للمصلحة الوطنية هو أن يكون رئيسا مستقلا بحق عن جماعة الإخوان المسلمين وعن حزب الحرية والعدالة، يكون رئيسا لكل المصريين، وكونه رئيس لكل المصريين لن يتحقق إلا باستقلاله عن الجماعة الإخوان وعن حزب الحرية والعدالة. إحنا في مرحلة بداية بناء نظام ديمقراطي له بعض التبعات اللي قد لا تكون في بلاد أخرى. حالة الاستقلال دي حالة هامة حتى يفتح الباب لكل الوطنيين ولكل المصريين لأن يكون ممثلا لهم وأن يتعاونوا معاه. بنذكره أيضا بتعهده أن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية تشكل الحكومة حكومة تكنوقراط، لا يكون للإخوان المسلمين ولا لأعضاء حزب الحرية والعدالة إلا عدد قليل فيها وليس أغلبية. بنذكره بأن مؤسسة الرئاسة يجب أن تكون أيضا من خارج حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين حتى تكون ممثلة لكل القوى والتيارات الوطنية. يمكن دي أهم التعهدات اللي هو قطعها على نفسه احنا بنذكره بيها، وبنقول بكل وضوح وحسم أننا حينما وقفنا معاه وقفنا معاه من أجل إسقاط نظام مبارك القديم، وقفنا معاه بعد ما أعلن هذه التعهدات آملين، وما زلنا يجب أن نفتح لأنفسنا باب التفاؤل والثقة أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع حقيقي وأمين وصادق على الأرض، لأنه لن ينجح الرئيس محمد مرسي إلا إذا التزم بتنفيذ هذه التعهدات على الأرض. الشعب المصري عمره والوطنيين المصريين عمرهم ما كانوا هم الإخوان المسلمين، إخوان المسلمين جزء من هذا الوطن، يجب أن يدرك أنه لن ينجح إلا بتوافقه واحترامه للإرادة الثورية التي يمثلها كل التيارات المصرية، وده اللي احنا بنعتز وبنفخر به في حملتنا التي وفي مشروعنا مصر القوية اللي ربنا وفقنا والمخلصون من أبناء هذا الوطن تعاونوا معنا في أن تكون مشروع يمثل، أن يكون مشروع مصر القوية مشروع يمثل كل الوطنيين وجمع كل التيارات، حتى أن بعض الحاسدين إذا جاز التعبير تصور أننا نشكل، احنا لم نكن نشكل حزب، احنا حالة مشروع وطني جمعت كل الوطنيين من كل التيارات من أجل بناء مصر. احنا مستمرين في هذا المشروع لأن لم يكن مشروعنا مجرد ترشح لمنصب سياسي، ولكن كان تدشينا لمشروع وطني، مشروع مصر القوية اللي حنستمر في بنائه والعمل فيه حاشدين وجامعين وصافين كل أبناء الوطن، ونحن سنكون في خدمتهم ومعهم كشركاء لنا في هذا المشروع من كل الاتجاهات السياسية بعيدا عن الأيديولوجيات. الأوطان لا تبنى إلا بالعمل، الأوطان لا تبنى إلا بحالة توافق وطني. نحن في حالة يتربص بنا أعداء مصر في الداخل والخارج، نحتاج لحالة توافق، حالة تواصل، نحتاج لقلب الصفحة
التي كانت فيها خطوط سوداء على مدار سنة ونص نحتاج لقلبها وفتح صفحة جديدة من صفحات ثورة 25 يناير من أجل بناء هذا الوطن وبناء مستقبله. أنا بشكر حضراتكم شاركتونا، نأمل بأن الرئيس المنتخب يكون رئيس حقيقي، لأنه لا يشرف مصر أن يكون رئيس مصر رئيس شكلي يستلم مقر للرئاسة ولا يستلم سلطة الرئاسة، وده يحتاج لمراجعة ما يسمى بالإعلان المكبل أو المكمم أو اللي بيقولوا عليه المكمل، مراجعة هذا الإعلان وإلغاؤه حتى يكون الرئيس المنتخب رئيس مصر بحق. يجب أن نذكر الإخوة في المجلس العسكري بوعودهم اللي قطعوها على أنفسهم، وأن تنفيذها واجب وطني يجب أن يلتزموا به ولا يخرجوا عنه. يجب أن نؤكد ونذكر بأن الجيش المصري والمؤسسة العسكرية المصرية مؤسسة يعتز بها كل المصريون، كل المصريين بيعتزوا بها لأنها مؤسستهم، وأن الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري في إدارة الدولة على مدار سنة ونص لا يجوز أن تنسحب على المؤسسة العسكرية كلها ولا على جيش مصر اللي هو محل تقدير وأعزاز. الإعلان المكمل يحتاج المكمل هذا يحتاج لإلغاء الموقف من مجلس الشعب. نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية والقانون، الحكم صدر يخص ثلث أعضاء مجلس الشعب، يمكن مراجعة مجلس الدولة أو إدارة الفتوى والتشريع وأنا أدق في تنفيذ هذا الحكم اللي خاص بالثلث. أما ثلثي المجلس والأعضاء الغير حزبيين من الثلث فدول وضعهم القانوني وضع ثابت لا يجوز المساس به، ولا يوجد حكم يمس بقية أعضاء مجلس الشعب، وبالتالي ما بنعتبر حصل عدوان على الإرادة الشعبية حينما أحيط مجلس الشعب بقوات أمن تحول بين النواب المنتخبين شعبيا وبين دخولهم مقر عملهم وتمثيلهم لهذا الوطن. رغم أننا أكدنا وصرحنا وأظهرنا أننا نختلف مع الأداء اللي كان البرلمان بيأديه، لكن قلنا يجب أن يأخذ فرصته لأن هذا البرلمان جاء بإرادة 27 مليون مصري، فلا يجوز أن يصدر أي طرف قرار بسهولة وببساطة في إلغاء هذه الإرادة الشعبية. ده كله بيظل الخلاف خلاف على المصالح الوطنية العليا وليس خلاف بين أطراف سياسية، وبالتالي نسعى بالتعاون مع كل الأطراف الوطنية والقوى السياسية للخروج من هذه الأزمة. نجحنا في جزءها الأول وهو إن المرشح النظام السابق الحمد لله الشعب لم يعطي الأصوات التي تكفل له النجاح. بنحاول نعالج مسألة الإعلان المتمم هذا، ما الحكم بتاع المحكمة الدستورية نعالج.